قابلة الكبار مع سامر خضر. هناك ظهور لنحاتين جدد أرادوا أن يعيدوا تشكيل اللوحة العليا التي تربطك مع ذاتك، مع الله، مع الوطن. المشكلة في آلية النحت. كثير ممن أعرفهم يتداولون حكايات أصبحت ربما مثقلة لأنهم يريدون أن يكونوا كائنات متجددة. المشكلة أنه لا يمكن أن تصبح كل المقاييس بذات الرقم، ولا يمكن أن تكون كل الأحداث تعبر عن تلك المواجع حتى لو كانت هذه المواجع إنسانية. أنت تتألم من موضوع ويعني لك كثيرا، وآخر لا يعتقد أن هذا الألم يعنيه. هي المشكلة بين المقاييس، المشكلة بين الظروف، المشكلة أحيانا بين القدرة على تبني حالة الألم. تبني الألم شجاعة، حتى إذا كان الألم قادم من عكس قناعاتك. ربما أنت لا تستطيع أن تتقبل عدوك، لكن إذا رأيت إنسان يتألم عليك أن تعرف أنه اختبار لك أنت ليس له، هو وقع في التجربة الحسية. أنت الآن تختبر مدى كينونتك ومدى علاقتك مع تكوينك البشري. المشكلة أن كورونا عندما اقتحم أيامنا اقتحمها ليعيد نحتنا. أنا أعرف بيوت أيها السادة أغلقت أبوابها ولم تفتح حتى هذه اللحظة. هاجر أصحابها هربا، لكن إلى أين؟ كل الوطن، كل الأرض، كل المعمورة مهددة. الخطير أولئك الذين حاولوا أن يهربوا إلى ذاكرتهم. هم لا يخافون الموت، هم يخافوا أن يموتوا بعزلة. هذا أخطر ما يمكن أن يشعر به مريض الكورونا. هو يريد أن يرى وجوه يحبها حتى لو كانت هذه هي اللوحة الأخيرة. لكن أن يصبح المتاح هو نفسه الذباح، عندما يصبح الهواء هو التحدي الذي من خلاله يعيد تقييم مدى وجوده للحياة. تعرفون كم هائل ذلك الليل وكم طويل. لكن أيضا هناك شجعان وفرسان. فارسة حلقة اليوم تم اختبارها كثيرا، كان الاختبار الأخير هو الكورونا، لكنها في حياتنا تقمصتنا وعاشت أوجاعنا. هي امرأة مسيسة ولا يمكن أن تكون غير ذلك. وفي أحاديثها الخاصة تقول لا يمكن للفنان أن لا يتبنى وجهة نظر سياسية أو إنسانية. هي ليست من أصحاب وصل النص، اقرأ النص، احفظ النص، قف أمام الكاميرا واجعل من المخرج يشكل ما يريد. هي لها طريقة خاصة، حتى أثناء دخولها للوكيشن لها طيف خاص. أنا تعاملت معها زميلا ومخرجا، تفضلت هي علينا بأن تكون بطلة أعمالنا، نحن الذين نبدأ طريقنا مع الأردنيين الذين نعشق. لماذا أقول مع الأردنيين على الرغم من أنني من ذاك الخليط؟ لأن الدراما الأردنية بحد ذاتها أصبحت حقل ألغام يجب أن ننفذ منه أو عليه أو له. فارسة اليوم هي ربما واحدة من الوجوه التي يسألك عنها كل عربي. الوطن أيها الأحبة أحيانا يصبح علامة فارقة مع من ينتمي إليه. اسمحوا لي بعد الفاصل أن ألتقي مع سيدة الشاشة الأردنية والإنسانة التي لا تكبر إلا بعطائها. كونوا معنا أنا وعبي ريسة بعد الفاصل. هند طاولة الكبار مع سامر خضر.